بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته بركته من الآن كل أوان دهر الدهور كلها أمين. بنعمة المسيح وبإرشاد الروح القدس هنتكلم عن العذراء وألمها، وما دام نتكلم عن العذراء وألمها لازم نروح لمشهد الصليب. وفي مشهد الصليب حابب أقرأ آية من إنجيل معلمنا القديس يوحنا أصحاح 19 آية 25. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. ليه أنا اخترت الآية دي؟ حتة واقفات عند الصليب، أول اللي واقفين عند الصليب الست العذراء واقفة. ليه؟ لأن السيد المسيح له كل المجد قابل الموت وهو واقف مش خايف من الموت. ما أجمل إن الإنسان يقابل الموت وهو واقف مش خايف. وده لسان حال الشهداء اللي دايما حاطين الصليب قصاد عينيهم، والناس بيذبحوهم حاطين الصليب وبيقولوا له يا رب اجعل ألمنا شركة في ألامك. على فكرة ده بيفسر آية ممكن لما نقراها نستغرب قوي. قديس بولس بيقول ايه؟ أكمل نقاء الشدائد المسيح في جسدي. ايه نقاء الشدائد؟ هو المسيح الألام بتاعته ناقصة؟ الألام الكفارية بتاعت السيد المسيح كاملة، لكن الألام الكرازية بتكمل بينا احنا. يعني ياما ناس فجروهم، حرقوهم، ذبحوهم. السيد المسيح لا تفجر ولا اتحرق ولا ذبحوه ولا الله. بس دي ألام اسمها ألام كرازية، لأن ألام السيد المسيح الكفارية مش محتاج حد يكملها له لأن هو الكامل. إنما بقى ليا وليك إن مفروض إن احنا نتألم من أجل اسمه. الألام الكرازية، ألامك في بيتك مع مراتك مع أولادك، اعتبرها دي ألام كرازية من أجل إن المسيح يبقى في البيت. ألامك في خدمتك في كنيستك ألام كرازية، المسيح يبقى في الكنيسة. صدقوني ما بلغش لما أقول ألامك حتى وانت ماشي في الشارع، ممكن وإحنا بنسوق أبص لقى واحد يرجعني شارع طويل أرجع علشان خاطر صليب المسيح معلقه قصادي في المراية والناس شايفة ده ويعرفوا الحكاية. ده حكاية مين؟ ده حكاية واحد مسيحي، واحد مسيحي عايش بيكرز. تعرف بحركتك دي بتكرز للمسيح؟ أجيب لك البديل إنك تقف وتتخانق وتقفل العربية وتقول له مش راجع وتفرج الشارع عليك، والناس يبصوا على التابلوه يلاقوا الإنجيل ويلاقوا الصليب متعلق. إيه رأيك؟ إيه رأيك في العصرة دي؟ اوعى تنسى الألام الكرازية. وقفت الست العذراء عند الصليب واقفة لأن المسيح واقف، واقف مستني الموت عشان يموت الموت. ومن أجمل المدايح اللي بتتقال يوم الجمعة العظيمة، عند الصليب وقفت مريم، متاخدة من الآية دي. ده المرد اللي بيقول الشعب، وكأني الكنيسة عاوزة تعلم كل الشعب. شايفين الست العذراء واقفة ازاي وقت الألم؟ يا ترى انت واقفة في بيتك ولا سبت بيتك وهربتي؟ انت واقف في بيتك بتقابل الألام والتعب ولا يلا ان شاء الله يخرب؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ خلي بالك، خلي بالك. عند الصليب وقفت مريم. كيف وقفت بهذا الثبات؟ كيف احتملت أن ترى أعز الأحباب؟ كيف صمتت دون كلمة أو نظرة عتاب؟ أسمعك يا ست يا عذراء تقولين لا بفمك بل بقلبك، أنت ابني وحبيبي إلهي ومخلصي.
لا أعرف هل أنت محتاج لصدري أم أنا المحتاجة لصدرك. أنت ابني وأنا أمك، أنت إلهي وأنا أمتك. هل أخذت من حبي أم أخذت أنا من حبك؟ محتاجة لك يا مخلصي وإلهي، محتاجة لك يا ابني وكل أمالي، محتاجة لك يا ابني. أسمع منك كلمة أمي، أسمع منك رغم ألمك بحنان يا رب صوتك. احنا اتكلمنا على نبرة الصوت، أسمع منك بحنان يا رب صوتك. يا امرأة هوذا ابنك، كلمة امرأة بحنان قلتها لترفعني لحدث الصلب، وكأنك تريد أن تعلمني أنت المرأة التي يتحقق بها الوعد. نسل المرأة يسحق رأس الحية. أسمع كلمة امرأة من فمك بكل الحب، هوذا ابنك، لها معنى يخص الشعب. هوذا ابنك على الصليب يتمم الفداء ويبدأ العهد، عهد جديد، عهد نعمة وفرح وسعد. هوذا ابنك لها معنى واضح يخص يوحنا، هوذا ابنك لها معنى واضح يخص يوحنا، يوحنا الذي أحبني وسيحبك محبة تفوق كل حد. ستكوني معه في أمان حتى آتي وآخذك إلى سماء المجد. ست العذراء حست بكل ده وهي واقفة عند الصليب. حست السيد المسيح بيقولها هوذا ابنك، المعنى اللي يمسنا احنا ابنك هو اللي بيحقق الوعد، مش الوعد ان رأس نسل المرأة يسحق رأس الحية، مش هو ده هو الوعد. اهو الوعد، اهو ابنك اهو على الصليب. ده المعنى الروحي التأملي، انما المعنى الحرفي هوذا ابنك بيشاور على يوحنا، يوحنا الحبيب. انت عشت حياتك معايا حب، وهتكملي حياتك حب مع يوحنا الحبيب. مادام عشت للرب بالحب سوف تجد الحب. هي حياتنا على الارض عباره عن ايه؟ حياه حب. وحياتنا في السماء ايه؟ بنكمل حياه الحب على الارض بحب أعلى وأغلى وأسمى فوق في السماء. يا عذراء يا أمنا، يا فخر جنسنا، شفعتك لينا كلنا، نعيش بالحب ونكمل رسالة الحب وخدمة الحب زيك في السماء. لإلهنا كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.